مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء دافئة في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 21 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء مائلة للبرودة مع فرصة لزخات محلية من الأمطار خاصة في المناطق الشمالية. بتوصل درجة الحرارة ل 11 درجة، أما رطوبة 80% والرياح غربية. غدا تتأثر معظم مناطق المملكة بحالة جوية من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية غزيرة، أحيانا بتترافق مع زخات البرد وتشكل السيول، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 16 وبالليل 8 درجات. يوم الأربعاء عودة الأجواء الباردة والغائمة مع هطول الأمطار على فترات، بتوصل درجة الحرارة بنهار 11 وبالليل 7 درجات. يوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مستقرة في أغلب المناطق، بتوصل درجة الحرارة بنهار 15 وبالليل 9 درجات. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 13 وغدا 17، عجلان 12 وغدا 15، جرش أجواء مغبرة 13 وغدا 19 درجة، في المفرق 12 وغدا 19، الزرقاء 13 وغدا 19 وزخات من الأمطار. بتسجل درجات الحرارة في السلط 12 وغدا 15، مادبا أجواء مغبرة 12 وغدا 16، مطار ملك عليا 12 وغدا 18 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في البحر الميت 20 وغدا 23، الطفيلة أجواء غالبا صافية 11 وغدا 14، الكرك 13 وغدا 17 درجة، في معان 11 وغدا 18، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 19 أجواء صافية وغدا 23 نهاية برويشد 13 وغدا 26. إذا ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء وأمطار رعدية غزيرة وطقس بارد مع هطول الأمطار يوم الأربعاء. بننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة لك إخلاص. شكراً مريان.